قمتم بإنشاء غرفة عمليات وفتح كافة الجبهات. ونذكركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. ونذكركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها المخنف، نحن لا نرفض ترشيح بشار الأسد لأنه بيفوز علينا، بس بده بالأول يجيب ورقة لا حكم عليه، والشعب السوري ما بيعطيه ورقة لا حكم عليه.